أكيد سلمى، اليوم وصلنا للفقرة يمكن كل الناس بتنطرها. أكيد فرح نروح لفقرتنا الصحية. فخلال شهر رمضان المبارك كتير من المشكلات الصحية اللي ممكن يعانيها الصائم وخاصة بالجهاز الهضمي. خلونا نشوف التقرير التالي ونعرف شو عنوان محطتنا الطبية لليوم. مرض شائع بيصيب شريحة كبيرة من الناس وبيعتبر من أمراض العصر الأكثر انتشاراً. تشنجات القولون تتعدد الأسباب ما بين عوامل نفسية أو نظام صحي خاطئ، لكن بيبقى الألم واحد. ولنعرف السبيل إلى العلاج منروح لضيفنا الدكتور منصور ناصر الدين. وصلنا لمحطتنا الطبية اللي راح يكون تحت مجهرنا لليوم مرض القولون العصبي أو التشنجات، وهي المرض الأكثر شيوعاً اللي أكيد راح نتعرف عليها اليوم وشو الحل لهي الألام والسبيل للوقاية أيضاً مع الدكتور منصور ناصر الدين أخصائي في أمراض الجهاز الهضمي. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. صباحك. بداية خلينا نعرف يمكن الفرق بين تشنج القولون أو القولون العصبي. أيوة، هلق بداية رمضان كريم ولقاء متجدد معكم سلمى وفرح، إن شاء الله أعاد الله عليكم جميعا وعلى الوطن بالخير واليمن والبركة جميعا إن شاء الله. لو جينا على ما يسمى عند العامي التهاب الكولون أو تشنج الكولون أو مرض الكولون العصبي، هي عبارة عن تسميات متعددة لمتلازمة وحيدة بالطب بنسميها متلازمة الأمعاء المتهيجة الريتيبل باول سيندروم ويرمز لها IBS. هذه المتلازمة تشكل تقريبا 70% من المراجعين للعيادات الهضمية. ليش انتشارها واسع؟ لأنه مرتبطة هالتشنجات كثير بطبيعة الإنسان وبنفسيته بالوارد الغذائي وكيف بمر بشدات بحياته وبانفعالات. فمشان هيك دوما نحن نقول بشكل بسيط للمرضى أخواننا المرضى أنه كولونك هو عبارة عن صورة لشخصيتك. إذا كنت أنت عصبي كثير راح يكون كولونك عصبي كثير، إذا كنت رايق راح تروق كولونك. فنبلش قبل ما نبدأ عن نحكي عن الأعراض ونحكي عن وضع مرضى ما تسمونه بالتشنج الكولون من خلال شهر رمضان المبارك، راح نحكي إنه أهم علاج وأهم شيء بنوصله بنقدر نوصله لإخواننا المرضى هو التطمين. هذا المرض سليم آمن، مزعج وبيستمر فترة طويلة لكنه لا يتحول لشيء سيء، لا يتسرطن، لأنه لما بيطول المرض عند الأشخاص بصير يدخل الوسواس لا يكون معي، ممكن يتطور لشيء مش منيح، ممكن كمان هاي القلق الداخلي اللي بيكون عم بيحكي فيه أو العقل الباطن اللي بيبقى ممكن عم يزيد. بيزيد الأعراض شدة وبيزيد طول المرض وبيزيد أو بيضعف قابلية الاستجابة للعلاجات. كمان دكتور اليوم بشهر رمضان المبارك يمكن العالم بتحتار بالأطعمة، في نوعية أطعمة يمكن بتزيد أو بتضاعف هاي الآلام أو التشنجات، فشو بتنصح حضرتك دكتور إنه المريض أو المصاب بهي المتلازمة مثل ما تفضلت وحكيت إنه يحافظ يمكن على أنواع معينة ويبتعد عن أنواع أخرى؟ تمام، هلق رح نبلش بالحمية بما أنه سؤال حضرتك عن الحمية، ونرجع نحكي شوي عن الأعراض وشو ممكن يشكي المريض وكيف ممكن نعمل وقاية وكيف ممكن نعمل علاج. بالنسبة للحمية بشكل عام الحبوب والبقول كلياتها ممكن أنه تسوي لنا نفخة وإزعاجات بالكولون، من يعني من حمص للفول للبازيل لكل أنواع الحبوب، بالإضافة إلى اللي نسميهم ألياف طويلة مثل الملفوف والزهرة والسلق والملوخية، هدول ممكن أنه يزيدوا بإزعاج المريض. القهوة والشاي الثقيل والمتي والحليب عند بعض الناس ممكن تساوي غازات. أحيانا بنحمي مرضانا عن العلكة لأنه مع الشدة ومع التوتر اللي موجود عند الشخص تناول العلكة عم بيسوي لنا بلع للهواء لجوا، وهذا بيزيد بأعراض النفخة وامتلاء البطن.
بنحمل المرضى كمان عن يعني التدخين والبرد والانفعالات هدول بشكل أساسي. ضمن هالحمية هاي ممكن أنه نحن نحصل على أحسن نتائج للعلاج. نرجع منقول أنه نحن لما منطمن الشخص ومنعطيها الحمية هاي ومنوضح له أنه هذه المتلازمة سليمة وهذه المتلازمة لن تسيء لك وممكن السيطرة عليها بقليل من الأدوية بقليل من تغيير الطبائع الشخصية عند الشخص، ممكن كثير أنه نحصل نتائج أكثر بكثير. لما منزيل المركب اللي نسميه المركب النفسي منحصل لحالنا مباشرة أكثر من 50% من العلاج. خلال العمل النفسي هو الأساسي بعدين نتبع الحمية الغذائية لحتى نرتاح. يعني هلق كثير بيسألون أنه يا دكتور هذا مرض نفسي، أنا مريض نفسي. لا، في فرق. يعني المرض النفسي له كيان خاص ما يسمى بالنفاس. المرض النفسي هو عبارة عن خلل عميق بداخل نفسية الشخص، وهذا المرض النفسي يحتاج لعلاجات خاصة ويحتاج لأحيانا دخول لمشفى للأمراض النفسية. المرض النفسي مختلف، هذا نحن بنسميه بالطب المرض العصابي أو العصبي، يعني التأثير النفسي بيساوي هالأعراض اللي بنسميها أعراض وظيفية أو فانكشنال. يعني هي عبارة عن، خليني هيك مثل ما ببسطها للمرضى، خلينا نبسطها للأخوي المشاهدين. هلق لما بيجينا نحن مثلا، إذا لما بيجينا نحن 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 في واحد لما بيجينا نحن لما بيجينا نحن لما بيجينا نحن مثلا إذا كان أستاذ مدرسة وعنده طالب مش كاتب الوظيفة تبعيته، في واحد مكسورة إيده ما قدر يكتب الوظيفة لأنه إيده مكسورة، هذا في خلل عضوي. تمام. وفي واحد ما عنده ولا أي شيء بس ما قام بالوظيفة، ما كتب الوظيفة، هذا خلل وظيفي. فمتلازمة الأمعاء المتهيجة تدخل في سياق الخلل الوظيفي. هالأحشاء مش عم بتقوم بوظيفتها بشكل كويس، بحرضها الانفعالات والأطعمة بتقود لأعراض، هالأعراض بتكون مزعجة للشخص. طبعا دكتور، خلينا نحكي هلا بعض الأمراض اللي بتصيب الجهاز الهضمي، مثل ما حكينا سابقا بيكون ما بيقدر يصوم جراء هذا الشيء، هل هي المتلازمة كمان ممكن المصاب فيها ما يقدر يصوم؟ بشكل عام هاي من الأمراض السليمة، هاي ما بتمنع الصيام. ممكن أنه نحن نخلي الشخص يصوم بشكل آمن، مثل ما قلنا هذا مرض سليم ما له اختلاطات، فالشخص ممكن يصوم تماما. وبالعكس احيانا الصيام ممكن انه نسيطر كثير على شيء من الاعراض. احيانا بيكون في عندنا حاجه لتناول بعض الادويه باكثر من جرعتين يوميا على الفطور وعلى السحور، ومنقدر حاله المريض اذا كان هو يعني داخل بوضع نفسي عميق ممكن انه نطلب منه عدم الصيام. ولكن عموما هذه المتلازمه لا تحتاج من الشخص أن يفقد صيامه، يستطيع الصيام بشكل عادي. كمان دكتور نحكي شوي عن الأعراض، وأنت فينا نحن نقلق على المريض يعني كخطر، نحن طمنا من حضرتك أنه ما في خطر، ممكن يكون شيء سرطاني، لكن أنت فينا نفوت بحالة قلق على المريض. تمام. هلق لو جينا بالأعراض، يعني منبلش بالعرض الشائع الكثير اللي هو الموضوع الألم أو عدم الارتياح البطني. في كثير أحيانا بيجونا مراجعين بنفخة أو تمدد بطن أو كبر بالبطن، نسبة كثير بيكون في عندهم. خليني أول شيء أعطي هيك فكرة شوي أنه هاي المتلازمة ممكن يكون لها ثلاث أشكال. يعني ممكن الشكل يكون طاغي الإمساكات، يعني يكون عند الشخص بالإضافة للأعراض هاي في عنده إمساك، وفي شكل أقل بيكون في عنده إسهالات، وفي شكل بيكون تناوب مرة إمساك مرة إسهال. فبالتالي أحيان بيكون في عنا إسهال، أحيان بيكون في إمساك، أحيان بيكون التبرز غير منتظم، مرة بيكون مسهل مرة بتصير الأمعاء ماسكة. ممكن نشوف الغثيان والإقياء بنسب أقل، ما بنشوف حرارة. كثير من الأعراض اللي بتميزنا المتلازمة إنه هاي الشخص مجرد إنه فرغ الغازات أو دخل على التواليت وفرغ الفضلات بيرتاح، بتهون الأعراض. كثير أحيانا هذه المتلازمة تنام مثل ما نقول مع الشخص، يعني مجرد نام ما بتوعي ليلا لأنه هي مرض وظيفي، مجرد نام بتنام معه لثاني الصبح. إذا كان في عنا شيء يناقض هذه الأعراض، مثلا إذا الشخص عم بيفيق بالليل من نص نومه على ألم،
هذا يدخل في يجب أن نعيد النظر في التشخيص، وقد يكون هناك شيء آخر. يعني نحن لنقول أنه هالمتلازم سليمي، يفترض أنه فحصنا الشخص وأجرينا الاختبارات اللازمة والفحوص اللازمة ونفينا أي شيء آخر وتوجهنا ووضعنا تشخيص أنه هذه المتلازم سليمي، هنا نقول أنه لن يتحول لأي شيء آخر. دكتور معنا اتصال هاتفي، خلينا نسمع. صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك، تفضلي معك الدكتور، شو كنت توجهي له سؤال؟ بس لو سمحتي، مريضة عمرها 73 سنة عم تشكي من إمساك صار له شي 15 يوم، وعملت تنظير ما طلع شي بتنظير الكولون أبدا، وصف لها الدكتور ماجيك هيربل ووصف لها دارميتين، ما عاد استفاد أبدا أبدا، وهي مريضة ضغط وسكر. صباح الخير، رمضان كريم علينا وعليك يا أختي. أول شيء يعني الأشخاص اللي مسنين اللي فوق 50 يفترض أنه ننفي أي أسباب أخرى للإمساك قبل أن نقول أنه لدينا متلازمة الأمعاء المتهيجة نمط الإمساك. مثل ما عم بتقول أختنا أنه نعمل للمريضة تنظير كولونات، هذا شيء ضروري جدا. ألق في برنامج سكرين برا بسموه مسح لكل الناس، بعد 50 بتزيد الأفات داخل الكولون مثل البوليبات والحبات اللي ممكن تتحول لشيء مش سليم، فيجب أحيانا برا لما بيكون واحد مرشح بيراجع على مشفى بيعطوه موعد تنظير مسح، يعني مثل شيك أب مشان يتأكدوا أنه ما عنده أفات ضمن الكولون. حاليا نحن حاولنا أنه نطبق هالمشروع عنا مشروع المسح، ولكن تنظير الكولونات مكلف، وبدناش ننسى الوضع الاجتماعي انه التنظير الشرجي احيانا كثير منلاقي فيه عندنا صعوبه. دكتور بس مشان سؤالها، هي شو ممكن يكون معه؟ هلق انا رح نوه لسؤال حبيبتي سلمى، بس يعني هذا الموضوع بهم كثير الاخوه المشاهدين، لازم ندقق عليه ورح احكي على سؤاله وجاوب عليه. يعني احنا رح نستفيد من سؤال الشخص كمان لنفيد كل الناس. يفترض اذا الشخص مسن اولا نطمن انه ما عندنا شيء ثاني، وهي حضرتها عاملي تنظير كولونات وما عندنا سبب أو كتلة أو أي شيء مسكر الكولون. بالنسبة إلها داء السكري نفسه ممكن يكون عاملنا اعتلال أعصاب سكري ومسوينا اللي بسموه النيوروباثي، اعتلال أعصاب الجملة الذاتية، وهذا بيساوي إمساكات. هون ساعتها في علاج خاص، ولكن ممكن يكون طبعا بدنا نتحرى اعتلالات أخرى عند الشخص مثل اعتلال الشبكية السكري، اعتلال الكلي السكري أو الإصابات الجلدية أو العضلية. إذا كان في عنا اعتلال أعصاب سكري هون رح نوجه لعلاج آخر مختلف عن العلاج اللي ذكرته، يعني لا يكفي أن نعطي الألياف ومادة السولبرايد مشان نحصل على خروج جيد. أما اللي لافت للنظر أنه الإمساك مثل ما قالت بس فقط من أسبوعين، فهذا إمساك حديث، أنا بقترح عليها تستكمل الاستقصاءات، لا يكفي أنه نساوي بس تنظير كولونات، ممكن نحتاج لتصوير إيكو شوية تحاليل وتراجع طبيبة. ولكن إذا كانت الأمور كثير كويسة ممكن أنه نحن نعطي حوامض بالطعام، هذا الحوامض ممكن أنه تساعدنا، ممكن نعطي مقويات الحركات مثل مادة الدومبيريدون اللي بتزيد تقلصات الكولون، لأنه هالكولون هذا بيكون مرتخي حاليا بسبب اعتلال الجملة الذاتية بسبب الداء السكري، ونعطي شيء من مثل الألياف وشغلات اللي بتخلي البراز لين بتسهل، على سبيل المثال مادة الهيربلوكسا اللي موجود. رمضان كريم تفضلي. صباح الخير دكتور. صباح الخير، رمضان كريم علينا وعليك يا أختي. وعليكم. بعد إذنك دكتور، إذا بتريد، أنا عندي كولون عصبي. كولون عصبي نعم. كولون عصبي، أنا تعالجت فترة وأخذت له أدوية، كنت أرتاح. أي. أرتاح على الأدوية، لهلا بجيب أدوية أنا برتاح عليها، بس كل فترة بيصير معي يعني هيك بحس إنه أمعائي ماسكي، وبجيب ملينات حتى تريح لي أمعائي. نعم. بقى يعني هاي له علاقة بالكولون ولا؟ أي يعني طبعًا. إذا ما أخذت الملينات ما بيمشي حال أمعائي، بحس إنه في إمساك. تماما. هلق أنا رح نوه هذا، مثل ما أسلفنا إنه شكل من أشكال المتلازمة هو يترافق مع إمساكات، وهذا الشكل الأكثر شيوعا.
المطلوب انه ننوه له انه الملينات اللي لها شكل كيماوي، الملينات الكيماويه زي النقط وزي الحبوب، بعض الحبوب اللي هي ليست ملينات نباتية، هاي راح تساوي إدمان، مثل الأدوية المخدرة بتساوي إدمان، وبعديها ما بتقدري تخرجي غير باستخدامها، وأحيانا بتسوي لنا اعتلال الكولون بالملينات، وهذا الشيء سيء جدا وبصير صعب علاجه، وأحيانا بنحتاج إنه يعني كأنه نحن عم نقوله للكولون وقف عن تقلصاتك، نحن بدنا نقوم بالمهمة عنك، وبالتالي شلنا للكولون، زدنا الإمساك باستخدام هذه الملينات. وبس استخدمناها أول مرة بنبلش بعشر نقط، بعدين 20، بعدين 100، وما بتعود تفيد. فاللي بدي أنصحك يا أختي إنه متلازمة الأمعاء الهيوجي تترافق مع الإمساك، ممكن إنه نعمل خطة علاجية كاملة، ومن ضمن الخطة العلاجية نستخدم ملينات نباتية ومعدلات الحركة بضمن الكولون. الملينات النباتية كثيرة، وهلق ذكرت شيء منها قبل شوي، ممكن مركبات البسيليوم مع كثير من السوائل اللي هي مثل انا عم بتجنب احكي يعني أسماء تجاريه منشان ما اني خلينا بالاسماء العلميه، اسماء العلميه نعم، ما يكون ترويج، مع كل الاحترام لكل الشركات الوطنيه طبعا. هاي المركبات ممكن انه تسحب السوائل، تخلي البراز عجيني مع الادويه اللي بتزيد التقلصات، فبصير يقدر يخرج الواحد، وانا بشبه لهم اياها للمرضى زي علبه معجون اسنان، يعني بصير يخرج البراز طري عجيني مع التقلصات، مجرد تقلص خفيف بيخرج بشكل مريح. طبعا اكيد بدنا نطمنك اذا كان التشخيص تشنج كولون انه هذا ليس خطير، تطمين له دور كبير بانه يساعدك لتتخلصي من الاعراض. أكيد بدنا نشكرك كتير دكتور، مثل ما حكينا بالمقدمة أنه عن جد هذا المرض كتير شائع، خلينا نقول، وكتير يمكن استفسارات وكتير أسئلة، ناطرين أكيد المشاهدين أنه نجاوبهم عنا. أكيد بنكمل بحلقة مقبلة، وبدنا نشكر كتير وجودك معنا. شرفني يكون معكم على طول، رمضان كريم علينا وعليكم، شكرا للاستضافة. شكرا لك.